نرمين النمر، المؤسس والمدير التنفيذي لموقع ومجتمع الحريفة للعمل الحر وللعمل أونلاين. أكثر من 8 سنوات خبرة بمجال التسويق والعلاقات العامة أتاحت عبر منصة الحريفة بيئة عمل آمنة لأصحاب العمل الحر ورواد الأعمال في عدة مجالات. يا مساء الخير. يا مساء الفل. نرمين النمر مش كده؟ اه بالظبط. ازيك يا نرمين؟ الحمد لله. ايه الحاجه الحلوه اللي انت عاملاها دي؟ يعني كانت فكره مجنونه والحمد لله، يعني هو كل الافكار المجنونه بتصيب بالظبط، بس بتحتاج شويه تخطيط يعني وشغل كتير. تخطيط وشغف وسهر وليالي وشغل يعني. طيب احنا بنحكي لكم يا جماعه عن نرمين النمر، مؤسسه موقع الحريفه، وموقع الحريفه دلوقتي عليه متهيألي الاف من الناس، صح؟ اكتر من 40,000 مستخدم. حلو قوي. انت عملتي كموقع ولا كابليكيشن؟ موقع الكتروني عشان الناس بتشتغل من خلال اللابتوبس او الكمبيوترز اكتر. اوكي، واحكي لي بيخدم انهي قطاع من الناس؟ هو موقع للتوظيف بشكل عام ولا لفئه معينه؟ احنا مركزين على التوظيف الحر المستقل الفريلانسرز والعاملين عن بعد اونلاين من خلال الانترنت. حلو قوي. يعني مثلا يعني انا عايز حد يعمل لي تصميم، عايز حد يعمل لي يترجم لي مقال، حاجات شبه كده اللي هي شغلانه هتتعمل بسرعه وخلاص. برمجه؟ لا مش لازم بسرعه، ممكن برمجه تقعد شهور وفي بروجكتس تقعد سنين، بس هي مش موظف في الشركه. حلو قوي. بيشتغل من اي مكان في اي زمان. مش مرتبط بمكان محدد او وقت محدد. والتجربه دي اعتقد ناس كتير قوي من الشباب مقبلين عليها، لانه كل الناس يا اما عايز تشتغل شغلانه ثانيه يا اما دي طريقه شغل. يعني الى اي مدى الموضوع ده مربح؟ يعني احكي لي كده عن قصص نجاح حصلت عندك او شفتيها. هو الاهم من انه مربح، هو مختلف وجديد ومش تقليدي. لا مش مربح ليكي صدقيني، مش هنقول عليك. لا لا يعني لا مربح للناس. هو اي حد بيتعب على شغله بيلاقي وربنا بيكرمه، ده اكيد. فهو علشان يبقى مربح لازم يبقى فيه بريبريشنز وفي اعداد للشخص اللي هو الفريلانسر او المتخصص الحريف، بقى عشان احنا الحريفه المتخصص في مجاله. فهو على قد ما اشتغل وبقى بيشتغل على المهاره بتاعته وبيطور من نفسه هيجيله فلوس كتير. بالظبط. لو ما اشتغلش وقعد في البيت واشتكى وخلاص محدش هيعرفه. الموقع بيعمل دور الوسيط بس ما بين مقدم الخدمة وما بين اللي بياخدها، ولا كمان انتوا عندكم شروط معينة انه يبقى عندك الناس دي في قائمة الحريفة اللي عندك؟ بصي، هو البروسيس كلها او الماتش ميكينج اللي بيحصل من خلال المنصه، احنا وسيط مالي واداري وبنتدخل في حدوث اي لا قدر الله اي مشكله ما بين الطرفين. وبنعمل بريبريشنز برضو وورك شوبس وورش عمل وبرامج تدريبيه للطرفين الحقيقه. يعني تدريب مهم حتى للناس انهم يكونوا جاهزين لسوق العمل حتى لو فريلانس. يعني اهم. عارفه ليه بسالك السؤال ده؟ لانه المشكله ان احنا افتكرنا كده او اتسوقت لنا بالغلط فكره انه الفريلانس ده الهاوي، بس ازاي بقى يتحول الشخص الهاوي ده لمحترف حريف؟ ايوه. لا، الفريلانسر اصلا الشغل بتاعه اصعب من الشغل التقليدي، لان انت بتعملي اسم لنفسك. يعني انا بعرف الفريلانسر على انه شركه متنقله. يعني هو بيعمل تسويق لنفسه، هو اللي بيجيب الشغل لنفسه، هو اللي بيعمل براند، هو علامه تجاريه لوحده، بيعمل اسمه سمعته، التوقيت، الالتزام، التواصل، تايم مانجمنت. يعني محتاج بريبريشن قوي عشان يقدر يبقى ناجح. هل ممكن الموقع يضمن لي لو انا مثلا طلبت من حد انه يصمم لي حاجه، هل يضمن لي الموقع انها توصلني في الوقت المناسب، وانه الشخص ده بعد ما اخذ الفلوس ما يختفيش مثلا؟ كل المشاكل اللي معروفه ما بين الفريلانسرز واللي بيطلبوا الخدمات. يعني احنا وجودنا موقعنا علشان الموضوع ده، الدفع بيكون من خلالنا مقدما، مش بيروح للفريلانسر قبل ما هو بيسلم الشغل في الوقت المتفق عليه، والعميل بيدفع مقدما قبل لينا، عشان كده احنا وسيط مالي واداري عشان نحافظ على حقوق الطرفين، ولو حصل اي حاجه نقدر ان احنا نتدخل بالخبراء اللي موجودين عندنا في المنصه.
وبعدين طيب ماذا لو بيسلم ما تسلمتش بقى المهمه ما بنشوف بقى ما طلعتش حلوه. بصي اصل ده في وات اف كتير ماذا لو اسباب كتير. ايوه انا لازم افهم هو انت ازاي بتديري. بصي عارفه ليه بسالك؟ أيوة. اصل اداره البشر دي اصعب حاجه. ده حقيقي. بتديروا سلوكيات ناس وتربيه ناس واخلاقيات وشطاره، فكل ده صح في منصه صعبه قوي. صح. يعني احنا مثلا من ضمن يعني فخورين جدا ان المنصه بتاعتنا يعني اشتغلت معاها المسؤول لليجا الدوري الاسباني. جاب مصري، مصمم مصريه اسمها زينب، اخذها من الموقع وتصور عندنا في المكتب بتاعنا، فاحنا فخورين بده. طبعا الاداره بتاعه المنصه مش اداره سهله خالص. عشان كده مش اي حد ممكن يعمل موقع وخلاص. الموقع سهل يتعمل. هي فكره الاداره بتاعه الناس. بصي زي ما انت قلتي ممكن ماذا لو حاجات كتير، لو الفريلانسر اختفى او ما ردش او 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 الفلوس كده كده بتاعت العميل موجوده في المنصه بيتشوف له حد تاني على طول. لو الشغل ما عجبهوش بياخد مره واثنين وثلاثه واكتر من اختيار عشان يوصل بالظبط، ويقدر يعمل تيست كمان للفريلانسر قبل ما ياخد الشغلانه. فكل الحاجات متاحه، فاحنا مر علينا كتير يعني. اكيد. وانا عارفه انه في منصات عالميه يعني بتخلي بالزبط. الشغل متاح عالميا. عشان كده عايز اسالك، هل المنصه بتاعتك بتوفر؟ اصل احنا عندنا هنا ناس كتير حريفه وقالوا ان هم حتى يعني فويس اوفر اشتغلوا شغلانات ثانيه. فهل المنصه بتاعتك ممكن تكون باب لناس انها تنطلق بره زي ما قلتي كده في اماكن انترناشونال؟ احكي لي يعني، هل هي باللغه العربيه بس ولا كمان اقدر حد بيعمل بالانجلش بيدور بالانجلش هيلاقي الناس المصريين بتوعنا والحريفه المصريين بتوعنا؟ طبعا عندنا يعني احنا عندنا عملاء يعني من السعوديه، من الامارات، من الكويت. واحنا عشان لسه كمان بنبني وبنطور. فاحنا عمركم كام سنه عمر المنصه؟ ثلاث سنين. بنبني مجتمع متكامل. في اكتر من 40,000 مستقل. في مجالات مختلفه، شركات مختلفه، قطاعات مختلفه. عشان كده انا مبسوطه قوي ان انت عاملاها مصريه وبتشجعي شباب اكتر في مصر. فمبسوطه بيكي قوي. طب عايز اسالك، ايه الناس الاكتر يعني عندهم فرص اكتر؟ الناس بتقبل على ايه اكتر وظيفه مطلوبه عندك في المنصه؟ البرمجه طبعا. البرمجه البروجرامنج التكنولوجي. ده يؤكد اللي بيتقال هنا يا جماعه على هذه الكنبة ان مصر انتبهت للتحول الرقمي وانه في اتجاه حقيقي للاحتياج للناس دي. طبعا يعني انت بتواجبي العالم كله. التكنولوجي دلوقتي هي اكتر المجالات اللي هي بومينج وبتطلع وفيها مهارات كمان كتيره جدا. اصل احنا بنتكلم عن قطاع التكنولوجيا، قطاع كبير يعني. كنت متخيلك هتقولي ما اعرفش ليه الجرافيك ديزاين ده كمان. ما هو يعني اي ما هو الفيجوال بقى. ما احنا هنيجي بقى بعد كده اول حاجه البرمجه، بعد كده التسويق الالكتروني بقى والديجيتال ماركتنج. وده بيدخل بقى فيه حاجات كتير قوي، بيدخل فيه الكتابه، بيدخل فيه تصميمات، الفويس اوفر، الفيديوز، المودريشن، يعني كل حاجه. يعني انت بتبني كيان كامل، كل الناس بتشتغل، كم من الطاقه، كم من الفرص. مفيش ما بقاش في مستحيل دلوقتي، مفيش حد يقدر يقول مفيش شغل. حلو قوي. لا في شغل طبعا. بس بطرق بس يبقى عندك انت مهارة تؤهلك. مهاره طبعا. يعني انا بحس برضو ان احنا عندنا كام آفة كده في الشغل وفي طريقه تعاملنا مع بعض لازم نبطلها. وانت هنا في برنامج الشغل بقى. ايوه يا ريت. انا عايزه اطلع اللي في قلبك. عايزه اقول طبعا. ايه الحاجات يعني اللي بتستفزك مثلا، بتنرفزك، بتحسسك ان هو ليه الناس بتعمل كده؟ عدم التقدير. النقد الغير بناء بصراحه. اللي هو انا يعني ساعات بيبقى في حد بيدخل، طب انتوا عندكم كذا، طب مش عارف ايه. احنا لسه بنطور، احنا لسه بنبتدي، احنا لسه ستارت اب، شركه ناشئه. ده بيضايقني شويه. بس على العكس في ناس كتير بتدعم. في ناس جايه لنا من محافظات عشان تحضر معانا الحلقه. فيعني احنا الحمد لله الموقع عليه يعني شباب وحريفه وبنات من كل محافظات الجمهوريه. فده بيخلينا يعني عندنا قادرين نعمل نكمل. كمان شويه بيبقى الاتيتيود. الاتيتيود مهم جدا في الشغل. طريقه العمل، طريقه التواصل، سلوك الشخص. سلوك الشخص، سلوك الشخص بقى في مواقف مختلفه. طبعا في التعامل مع العميل ومع الكلاينت لازم يبقى في احترام، لازم يبقى في تواصل على طول، يرد عليه العملاء. حط نفسك مكانه يعني. دافع فلوس فبيبقى عايز ياخد مكانها حاجه ويتقدر. ومن الناحيه الثانيه العميل لازم يقدر الفريلانسر. احنا عشان منصه وسيطه فاحنا بنراعي الطرفين. شايفين المشكلتين. طرفين طبعا. لا حلو. ده كتير. الالتزام بالمواعيد اخباره ايه في ثقافتنا؟
يعني بلا صعب شويه. ما انا عارفه ان انت هتقولي كده صعب شويه، بس في على العكس في ناس ملتزمه جدا جدا، وفي ناس ثانيه ما عندهاش تقدير الوقت وغصب عنهم. يعني ساعات الكرييتيف اندستري او الجرافيك ديزاينرز والناس اللي هي يعني كرييتيف وعندها نوع من الشغلانات اللي هي بتبقى تتطلب الهام وتتطلب فن، شويه الوقت بالنسبه لهم مش بيبقى موجود. بس في الاول وفي الاخر احنا بزنس يعني، ده مش تايم از ماني بتتقال دايما كده، فالبزنس مهم فيه الوقت. فاحنا بنحاول ندرب الناس على، احنا حتى عاملين ورك شوب عن البرودكتيفيتي وعن التايم مانجمنت الفتره دي يعني مع بدايه السنه يعني. حلو، عايزين نيجي نحضره اونلاين. ايوه. طيب اخيرا لازم اسالك على مستقبل التوظيف، شركات التوظيف بشكلها التقليدي اللي كان مستقبل سيفيز وياخد الناس ويقابلهم كانوا بيعملوا دور عظيم يعني، كانوا بيوفروا كتير على الشركات وكانوا بيساعدوا في انه في حد ما عندوش الفكره حتى يقدم فين فكانوا بيلاقوا له المكان ده. هل هتتحول الى شكل البلاتفورمز والمنصات زي ما عملتي كده، ولا شايفه ان هنفضل محتاجين للدور الوسيط ده؟ يعني بصي، هو دلوقتي الوصول للاشخاص ما بقاش صعب، هي الفكره في ازاي تنقي الحد الشاطر الكويس. الناس بقت موجوده بوفره وتقدري تجيبيهم من اي حته، وبس الفكره ان انت ازاي تديري العمليه دي، وخصوصا كمان ان احنا مش بنتكلم على محافظه واحده او بلد واحده، احنا بنتكلم على اونلاين، فاحنا ممكن يجي لي ناس من اي حته في العالم، فلازم احنا نكون مستعدين لده. فما فيش حاجه بتحل محل حاجه، ولكن احنا بنكمل بعض. انا بحب اقول دايما كده، يعني احنا بنكمل بعض وبنطور. يعني وجود المنصات زي المنصه بتاعتي بيطور العمليه بيسرعها. انا عايزه اسالك، انا بكمل بعض ازاي؟ يعني اقصد هل بتقدر التكنولوجي تخلينا نقيم الشخص ده؟ اه طبعا. يعني ما هو الانترفيو عشان تقييم، عشان يعرف الشخص ده مناسب ولا مش مناسب. صح. فهل المنصه عندها الادوات او الذكاء الصناعي يوصل لده انه يعرف يقول الشخص ده شاطر ولا مش شاطر؟ بصي، في طرق كتير، في زي الريتنج والريفيو، ان كل حد بيتعمل له ريتنج وريفيو من الكلاينت اللي اشتغل معاه، والعكس صحيح برضو، الفريلانسر بيعمل ريتنج بيتحط له تصنيف ويتكتب عنه بالزبط. كلمتين كده لطاف، بيقول ان هو كان ملتزم لطاف او مش لطاف او مش لطاف. فعشان كده بنبقى بنخلي بالنا ان احنا سمعه يعني فريلانسر سمعه. في كمان بيتعمل تيست او زي تقييم او امتحان بسيط عشان يشوف المهاره وصلت لغايه فين. انت ممكن تقيسي اللانجوج، اللغه، ممكن تقيسي حاجات كتير يعني الكاركتر نفسه. لا، التكنولوجي دلوقتي تقدمت ان ممكن، مش هقول لك 100% ان الشخص ده مناسب، لان هو ممكن يكون مناسب ليا مش مناسب ليكي كصاحبه عمل. فهو ستيل الهيومن فاكتور مهم، التعامل مع البشر. طبعا مفيش حاجه بتلغي خالص، بس بتساعد. التكنولوجي بتساعد الحقيقه. حلو، بتساعد وتخوفنا شويه، لازم نخاف ونبقى جاهزين، لازم نبقى ملتزمين، لازم نبقى جاهزين. ايوه جاهزين بالظبط. انا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا ليكم لاهتمامكم يعني. لا، احنا مهتمين ومشجعين، وهنفضل نتابع المنصه ونشوف تطور الحلو ده، وان شاء الله نشوفك وانتوا تقدموا خدمات اكبر لقطاع اكبر من الناس. يا رب. شكرا ليكي جدا. شكرا.